صلي ثاف في الماس الفسور فيها واذكار. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن والاه. أيث مندنا السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مازالنا أيث من هالدرق السحر في موضوع السحر. السامة بيض نهضريث ما شر الأحكام حكم الإسلامي في من يأتي السحرة والمشعوذين والكهنة وغيرهم. ممكن نعلم باللي الشريعة غيث مثلا الضوابط يعني لكل شيء كيفاش ضابط شرعي كيفاش مكاس نقار نكوني حكم شرعي. يعني النبي صلى الله عليه وسلم اسمي ديوسا ربي جل وعلي ند فلاس اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. نكوني نعلم باللي وإذا كي تروح لنا للسحرة المشعوذين الكهنة يعني الحاجة إلا نتم قرانت نقرد العلماء قرناك ثم قرانت نتمقرونة يعني ثقع ميرث نتقع مورا. أولا بغيت كفايت ما كران الأحكام لأنه النبي صلى الله عليه وسلم وغني جاني في الحفق الدوني ثيهاثا هملا وإنما يناد يعني بزاف الاحاديث عندها يتوصي النبي صلى الله عليه وسلم في ذاك اللي تروح نغ المشعوذين الكهنه للسحره. الحاجه تم زوالو ثيثما لازمين نعلم باللي وذاك اللي تروح نغ للسحره المشعوذين تظلي ثنسن قلت وقبلني النبي صلى الله عليه وسلم يناد في الحديث الصحيح المتفق عليه الذي اخرجه البخاري ومسلم في صحيحيهما النبي صلى الله عليه وسلم يناد من اتى عرافا فساله لم تقبل صلاته 40 يوما. يعني وين يروح نغلو سحار نغل كاهن المشعوذ فظل في ستو قبلني 40 يوم وما إلا يموت نند العلماء 40 يوم يا هذا مات على الكفر وليس على الإيمان. نسأل الله السلامة. الحاجة ثمن زوث نند فقط ظل في ستو قبلني. الحاجة ويسناث العبد تروح نغل السحرة المشعوذين أثني يكفر فين الدين زلن غف النبي محمد صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي أخرجه الحاكم في السنن من حديث أبي هريرة النبي صلى الله عليه وسلم يناد من أتى عرافا فسأله فصدقه فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم. الحاجة الثالثة لازمين على الميثمة وذي تروح نغر السحرة للكهنة للمشعوذين أثين يهلك الدونيث يهلك الأخرث يهلك مكاس القاركوني تهلك الدنيا في داكلاس يهلك حتى الدين داكلاس. في الصحيحين من حديث أبي هريرة النبي صلى الله عليه وسلم عد للصحابة 7 المهلكات 7 الحوايج الذي هلكن الإنسان. من بينها النبي صلى الله عليه وسلم يهضر ديثما غف السحر في السحر يثما من 7 المهلكات. أيضا العبادة تروحنا يثما غلي سحارا سواء طمطوثني غذر غاز يعني النبي صلى الله عليه وسلم يهضر نغض بلي العبد يهثا وليك تشماني الجنة والعياذ بالله. والحديث يا نند العلماء من أحاديث الترهيب روى أحمد والطبراني وفي سننهما أن النبي صلى الله عليه وسلم يناد 3 لا يدخلون الجنة 3 أصناف من العباد وليك تشماني الجنة. أولا مدمن خمر وقاطع رحم ومصدق بالسحر. 3 الأصناف العباد ينادى النبي صلى الله عليه وسلم والكشمنا للجنة مدمن خمر وقاطع رحم ومصدق بالسحر. أيضا العبادة يثما تروح نغل السحرة للمشعوذين أذي تبرغ ذيك سن ربي جل وعلا يوم القيامة عن وهب بن منبه قال قرأت في بعض الكتب أن الله جل وعلا يقول لا إله إلا أنا ليس مني. يعني ما تشي مكاس نقار نكون يقول حزب ربي جل وعلا من سحر أو سحر له ولا من تكهن أو تكهن له ولا من تطير أو تطير له. يعني العبد ما إلا غيثما يتبرغ ذك ربي جل وعلا يوم القيامة أثي حشر انتذ هامان أثي حشر انتذ فرعون أثي حشر انتذ الكفار والعياذ بالله. إلى قين علم يثما أنه ينسى علم الخالث النغ ينسى علم الرش النغ ينسى علم الفاميليا النغ أنه إذا كنت تروح نغل السحرة ذا الحرام ذا قعمير يعني أمكس نقان كوني تا قعمير انت قعمورة والسحرة كنا علمك العقيدة ولزميرك ديوي الحاجة يعني إنك
اكدياوي الغيب اكدي الصخبر في الغيب، يعني اكدي هضر مقالات زوجت مثلا نعم مقالات مثلا اكدي الرزق ندقلك ربي جل وعلا يناد في سورة النحل قل لا يعلم الغيب من في السماوات والأرض إلا الله. الغيب يثمى ولعلم سي السلام ربي جل وعلا في سورة الأنعام الآية 59 وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو، وفي سورة هود الآية 123 ولله غيب السماوات والأرض. أنشتغي يثمى غض الغيب حشغ العيب خسر ندري من سن السعيوني من سن والتفناني الحلاوة الإيمان لك الدونيث نغ الأمن يوم القيامة أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. نتمنى يثمى العباد يعني غد سن مليح مليح هذا وصين الخلف نسن هذا وصين المعارف ندقل نسن باش يبعدن في السحرة يبعدن في الوجوف المشعوذين يبعدن في شرميلا يتوي غل المهلكة سواء قدونيث سواء قلاخرث. عين تسلم ثورة يثمى ذين السخلعن في الوعيد ربي جل وعلا غفو ذاك ندي يطرحن غل السحرة ذي المشعوذين. نسأل الله جل وعلا التوفيق والسداد، نسأله أن ينفعنا بما سمعنا وأن يزيدنا علما وأن يغفر لنا ذنوبنا وأن يستر لنا عيوبنا وأن يجعلنا من أهل الجنان برحمته إنه هو المنان. استودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله.